أسمهان الفنانة التي ولدت وتوفيت في الماء. ولدت على متن باخرة كانت تقل العائلة من تركيا بعد خلاف وقع بين الوالد والسلطة التركية، وهي من عائلة فنية، ويعد شقيقها الفنان فريد الأطرش من أكبر فنانين جيله. عملت أسمهان في الغناء والسينما في مصر رغم أن زوجها أحمد سالم لم يكن سعيداً بذلك. وفي وقت الذي كانت تعمل فيه في فيلم غرام وانتقام، استأذنت من المنتج الفيلم الممثل يوسف وهبي بالسفر إلى رأس البر لتمضية فترة من الراحة هناك، فوافق. ذهبت إلى رأس البر صباح يوم الجمعة 14 يوليو 1944، ترافقها صديقتها ومديرة أعمالها ماري قلادة. وفي الطريق فقد السائق السيطرة على السيارة فانحرفت وسقطت في جدول مائي يطلق عليه بالمصرية الترعة، ترعة الساحل الموجودة حاليا في مدينة طلخة، حيث لقت مع صديقتها حتفهما عن عمر ناهز 32 سنة. أما السائق فلم يصب بأي أذى وبعد الحادثة اختفى. وبعد اختفائه ظل السؤال عمن يقف وراء موتها دون جواب، لكن ظلت أصابع الاتهام موجهة نحو كل من المخابرات البريطانية، وإلى زوجها الأول حسن الأطرش، وإلى زوجها الثالث أحمد سالم، وأم كلثوم، وشقيقها فؤاد الأطرش. ومن غريب المصادفات أنها قبل 4 سنوات من وفاتها في أوائل أيلول كانت تمر في المكان عينه، فشعرت بالرعب لدى سماعها صوت آلة الضخ البخارية العاملة في الري، ورمت قصيدة أبو العلاء المعري التي لحنها لها الشيخ زكريا أحمد، وكانت تتمرن على أدائها حينذاك استعداداً لتسجيلها في اليوم التالي للإذاعة. وقالت للصحفي محمد التابعي رئيس تحريرة مجلة آخر ساعة والذي كان يرافقها، كلما سمعت مثل هذه الدقات تخيلت أنها دفوف جنازة وكأنها تنبأت بمكان وفاتها.